الكويت تعلن إفلاسها، ما عندهاش نفط يكفي لدفع الرواتب. في مفاجأة من العيار التقيل، دولة الكويت بتعلن إفلاسها. دولة البترول الأقوى في الدول العربية وأغناها أعلنت رسمياً تطبيق قانون الإفلاس، والسبب صادم. النائب الكويتي حسن جوهر خرج للإعلام وقالها صريحة، ما عندناش نفط يكفي لدفع الرواتب. طب إزاي ده حصل في دولة سعر الدينار الكويتي فيها بيساوي أكتر من 100 جنيه مصري، بما يعادل 4 دولار أمريكي؟ شباب كتير متغربين وسايبين بلادهم وعيالهم علشان يحسنوا دخلهم فيها. تعالوا نحسبها بالأرقام. إيرادات النفط في الكويت بعد إقرار ميزانية 2023-2024 حسب اللي قاله النائب وأستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة الكويت حسن جوهر هو 17 مليار دينار كويتي، في حين أن الرواتب وصلت قيمتها ل 15 مليار دينار كويتي. يعني رواتب الموظفين لوحدها بلغت حوالي 90% من إيرادات النفط اللي بتعتمد عليها الدولة بشكل كبير. خليني أقولك أن 88% من إيرادات الدولة بتعتمد على النفط بس، يعني مفيش تنويع في مصادر الدخل. والبترول دلوقتي الدول العظمى بتحاربه بحجة إن هو بيلوث البيئة. كل ده خلى الوضع الاقتصادي في الكويت كارثي وعلى حافة الهاوية، لأن المؤشرات بتقول إن الأرقام دي تعدت الخط الأحمر وإن الحكومة لازم تتصرف. وده اللي خلى الكويت تلجأ للحل الأخير، إعلان إفلاسها، في محاولة منها إنها تساعد الشركات المتعثرة مالياً وتديها حماية من القانون، وده حيخليها عندها شوية من الصلاحيات في قراراتها قبل إشهار الإفلاس. بس طبعاً كان لازم موافقة البرلمان اللي اتقسم ما بين مؤيد ومعارض، 37 صوت أيدوا القرار و7 أصوات رفضوه، وبكده يكون الأغلبية مع قرار الإفلاس، خصوصاً بعد إقرار موازنة السنة المالية 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار في أغسطس الماضي حسب ما تم إعلانه. الغريب في الموضوع أن فيديو النائب الكويتي حسن جوهر المتداول حاليا بشكل كبير هو فيديو قديم بيرجع ل 17 أغسطس الماضي، وكان النائب فيه بيحذر من وضع الكويت الكارثي وأنهم فعلا على حافة الهوية، لكن الكويت لم تعلنها صريحة رغم تصريح كتير من الوافدين اللي كانوا موجودين بيها وإنهاء عقودهم وتردي الأوضاع الاقتصادية وعجز الموازنة الكبير. لكن خليني أقول لكم إن الدول زيها زي الشركات ممكن تعلن إفلاسها بين وقت والتاني، خصوصاً لما تتعاظم مصاريفها ويقل دخلها اللي تقريباً معتمدة فيه على البترول فقط. وده حصل قبل كده لدول زي الأرجنتين، فنزويلا النفطية، رغم توافر مقاومات الاقتصاد الحقيقي فيها من مياه وغابات ومعادن، لكن أعلنت إفلاسها وهرب الملايين من فنزويلا عبر الغابات والجبال علشان يعيشوا في جمهورية بيرو. نتمنى الكويت تقف على رجليها من أول وجديد وتعدي الأزمة دي على خير، لأننا شعب واحد وأمة عربية واحدة، جرحنا واحد وفرحتنا واحدة.